فكرتين في الموضوع. فكرة أن في لقاء، أقول لكم من ناحية المبدا نحن نبحث عن مثل هذا اللقاء إذا كان بإمكان. أن هذا اللقاء الآن تم وتم في هذا، للأسف ما في شيء. على الأقل نريد لهذا البلد أن يجد حوار حقيقي وحقيقي، ولا زال النظام غير مستعد لإجراء حوارات حقيقية حتى هذه اللحظة. تتباين الآراء الساحة المحلية. هناك بعض المعارضين من يرفعون السقف عاليا، وأنتم تحددونه كما ذكرتم في وثيقة المناهج. ماذا فعلتم من جد الجد لمنع التصالح؟ المعارضة في البحرين يعني إذا قيسونها بقية المعارضات الموجودة في العالم، أعتقد أن درجة الاحتكاك فيما بينها محدودة جدا. ما في شيء. وما بتصير بعد دنيا أن مجتمع يتخذ اتفاق على كل شيء، ما في شيء. في حالة عامة في البحرين إلى درجة كبيرة متحدة حول ضرورة التغيير الجان الذي يقوم على أساس المبادئ الديمقراطية، بعد ذلك في بعض الفصائل يقول لا نحتاج أخوة، نحتاج جسما، سأعتقد أن هناك اتفاق شبه عام. نعمل أن درجة العلاقة القائمة بين القوى السياسية المختلفة الفصائل الشبابية تؤهل إلى تجاوز أي مخاطر إمكانياته في المستقبل. الحوار، هل الوفاق والجمعية الراقية؟ ما دام هناك فرصة لإيجاد حل حقيقي عبر فكرة الحوار الحالي مستمر الجمعية في هذا المحاولة. بعض المعارضين في الوقت الآن مستمرة في إعراك الميدان. شوفوا الخطين مستمرين مع بعض. بعض المعارضين من الخارج أو في الداخل ممن يختلفون في الرأي مع الجمعية. الأخ داخل السيد قاسم ناشم أو السيد جعفر العلوي، هل هناك تواصل أو تنسيق؟ الفكرة الأولى حق الاختلاف حق قائم، علينا أن نتقبل هذا الاختلاف ولا نحول هذا الاختلاف إلى مشكلة، علينا أن نتحرك في الأرض أكثر مما نتكلم في الأمور البسيطة التي نختلف فيها، علينا أن نتحرك في الأرض أكثر مما نتكلم في هذه الأمور، نحتفظ بحق الاختلاف وننزل إلى ميدان العمل ونمسك بقدر ممكن التنسيق فيه، خصوصاً أن الجميع مؤمنين بفكرة العمل السلمي، وبالتالي بإمكان الانطلاق في هذه البرامج والتنسيق في العمل السلمي. معروف موقف سماحتكم والجميع بإنك اليوم. منذ العمر طول المعارضة طبعاً بالشارع. ماذا في حال فشل الحوار؟ هل هناك خارجية؟ قبل أن يبدأ الحوار مش كان في؟ كان في حركة شعبية مستمرة والآن هي مستمرة، وعليها أن تستمر وصولا إلى تنضيج حل وفرض حل. هو الطريق الوحيد الموجود. الطريق الوحيد الموجود لإيجاد حل في هذا البحرين واستمرار شعب البحرين في الحراك الشعبي، الثورة السلمية، الإصلاحية والاستمرار بطرق مختلفة، ومساهمة كل واحد فينا واجب وطني لفرق كل واحد حسب موقعه. النزول إلى الشارع ضروري وما يجوز أن نتخلف عنه. تصعيد الإعلام الشعبي عبر الفيسبوك والتويتر والقطن متاح لنا، ما عندنا خطايات عندنا، يجب على كل واحد منا يساهم فيه. تمر وقفات تضامنيه، اسناد اسر معتقلين، اسر شهداء، الجرحى، المشردين، كل هذا كل واحد لابد ان يساهم في هذا الجهد الوطني، ولابد ان يوصل هذه الثوره الى محطتها الاخيره. هذا هو جوابنا على فشل حوار او وجود حوار او نشاط. لن يتوقف الكلام الشعبي الا لما يحصل هذا الشيء ولا حد. نشهد ان هذه الطاوله تستطيع ان تحكم على الطريق الصحيح، تستطيع ان تحقق طموح هذا الشعب. ما استطاعت الشعب موجود في الشارع يطالب بحقه. هل قيمتم ما قامت به الوفاق خلال السنتين؟ هناك عمليه تقييم مستمره.
هناك عملية تقليل مستمرة، كنا هاي السنة أيضا تقليل النفاق داخليا، وشيء أنجزت شيء ما أنجزت، وين نقاط الضعف، وين نقاط القوة اللي يجب التمسك فيها، وين استحقاق أسامي جديدة أحسن من كان. هل يمكن تصريح الوفاق في محور الممانعة سوريا إيران روسيا الوفاق بصراحة ما داخل في المحاور الدولية والإقليمية. الوفاق لحد الآن هي مؤسسة بحرينية تهتم بإصلاح واقع هذا البلد. لكن حقوقها في يعني ولو معنوية في هذا المحور قد يدعو إلى اتخاذ روسيا خطوات تصعيدية. روسيا تحسب مصالحها مثل ما يحسب غير مصالحها، لا أحد يحط ريون يتوقع أشياء أكثر مما تحتوي مصالح الدول. هناك محاولة احتواء بعض الطيارات في البلد؟ باستمرار هناك عمليات تواصل من أجل المزيد من التوافق ومزيد من التنسيق. ماذا ترى؟ هل هناك علامات للانتصار؟ بعد إذن الله سبحانه وتعالى حالة أن تكون على الحق صادقاً جاهداً ناضداً صامداً، هذا حالة الانتصار حقيقي. والانتصار المادي هذا انتصار بأداء التحليل بأداء واجب عليك بأداء الواجب الوطني. أما يقوم الإنسان بحقه أما الإنسان يتخلى عن يعني الوضوح أو القبول بالأوقات إلى الله الفاسدة هو في حالة انتصار حقيقي. تجي بعض الآيات ما تكلم عن الانتصار يقول لك ورفع الجمهور عندما انتصروا في الدنيا لأنهم حققوا من خلال حركتهم الانسجام مع إرادة ربهم. النصر المادي الذي يحقق طموح هذا الشعب دليل على أن يجعل مصدر السلطات بحسب القراءات المنبوية والله العالم هو في الأفق الآن يتأثر بأحداث داخلية يتأثر نجاح هني نجاح هناك تكتيك ما تكتيك وتأثر الله عقليا وليا ولكن هو بالأفق والله سبحانه وتعالى يمن إن شاء الله على هذا الشعب بما يحقق تطلباته وطموحه. مسيرات اليومية التي تكون بها بعض الجمهوريات من مزدوجين ما هو رأيكم؟ وهل تمجدون من المشاركة؟ نحن مع جميع المسيرات السلمية وندعو المشاركة في كافة المسيرات والفعاليات السلمية ضابطة الموضوع السلمية أقول إن الحالية السلمية نحن ندعو المشاركة. ما هو رأيكم في التعدي على الطريق السلمية؟ يعني إذا ممكن كدفاع الناس إصابة أحد حاولوا أن لا تخلقوا مضرر إلى قوات الأمن على نمط استخدام القوة، لا تقتلوا المضرر. إحنا شفنا هذه التجربة لمدة سنتين، والواحد يعرف نتائج هذه التجربة. الحراك السلمي، وإذا جت القوات الأمن بطبيعة الحال راح تنفضل عن إذا تستخدم مئات ذوات قوة، والتجمع يوماً آخر أو في مكان آخر والأرض بها كذا هو الأرجح من الدخول في صدام. لا تعطي مبرر استخدام على الوقت. مو معناه راح يتوقفوا، لا بس راح ينتظروا ولا راح يستطيعوا يقولوا ان احنا نواجه عوامل حتى لو كانت بسيطة. ما راح يقدرون. اذا استمرت الحركة تتجرد من كل ادوات القلب راح تكون اكثر ضغط على هذا البلد. لا تعتقدون ان تبين مطالب او اختلاف الرؤى بين المعارض يؤدي إلى تشتت في الجهود؟ في كل الدنيا لا نستطيع أحبائي لا نستطيع أن تجبر كل الناس على رؤية واحدة، ولكن أليس هذا الخط الذي يمثل الجمعيات يستطيع أن يدعي أن معاه قطاع معظم من شعب البحرين من خلال مسيرات عامة التي فيها مئات الآلاف من الناس وبالتالي المعارضة متوحدة على درجة كبيرة. لفظة متوحد. هل وجود الحكم في العراق يعني الاستقرار؟ وجود الحكم يعني الاستقرار؟ لا يعني لا 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 يعني الاستقرار رجوع إلى شعب البحرين هي عملية محورية وأساسية. هذه أهم من أي شيء. وين حصل الاستقرار؟ هل تعتقد أننا لازمنا نشكل عربية ممكن تحسن الموضوع؟
كان أحد المطالب بالتغيير هو أعلم هذا شعب البحرين يريد أن يغير هذه الأوضاع ولا يرضى عنها. أفضل أن يمسك البلد هذا. أنا ما أشوف أن النظام ما قاعد يمسك البلد إلا بالقطع الأخيرة أنه في حالة ضاع لأن الناس على طرف ولا ما يحتاجون. والدول التي مارست القطع الأخيرة بعدين انتكست عليها القطع الأخيرة. وهذا حدث سنتين. بعد قطع سنتين واستخدام القطع الأخيرة. اللي هو محترم في محيط القوات ومحيط ملكي كلها يعني وش كسب عليه الشعب توقف ما توقف يعني ما زال مستمر بالقبضه الامنيه كانت فكره ثمانينات وسبعينات وجسمة من اضرب وبقوه والناس تهجر وما في وسائل اعلام وما في عاصمه وضرب قصص الان ما عادت هذه الطريقه الان ما عادت الآن إذا تستخدم قوة أكثر تخلق مبرر أكثر في النفوس للاستمرار. وجزء أساسي من الاستمرار الثوري بهذا الزخم وإذا دعت الجمعيات شوية وحطت تويتر قالت لهم ترى مهم تحطون حط 200,000 لأن النظام بأسانيده يحفز الناس. يا القمع يا التعريف يا الضرب يا الحصار يا القوة المفرطة من الغازات هذا يحفز الناس. يقنع الناس اكثر فاكثر، الناس مقتنعه بس يزيدك من الساعه يوم اكثر لان لابد من التغيير. كل واحد يروح مدرسه يقول لابد من التغيير، كل واحد يروح الحوالي يقول لابد من التغيير، كل واحد يشوف هذه الامجاد يقول لابد من التغيير. فالنظام يزيد بس نوع من التغيير. من يحكم البلد؟ الديوان اللي هو كبير رئاسه الوزراء اللي هو هل يلزم تعتقد أن النظام يدخل تفضل هذه الأولى؟ النظام بالنتيجة النهائية يرجع إلى هرم معين، الهرم هو التأثير السياسي على هذا النظام.